عندنا والله ما عاد بقى عندنا شيء. طيب نايف الاكلبي. انا بشارك. السم اليوم الشباب ناخذ منهم. انا بطلع لكم عن الاطار شوي، بجيب لكم مسيره ومنها اقرب لقلبك ابو عبد الاله. يا سلام. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا الله يا رب يا علام ما في الخفايا والصدور مدنا يا كريم المد في رحمة تروي ضمانا من صدوف الزمان اللي نعده زمن الشافريق والذي يشتكي له من جروحه ويدور طب عله أنا أقول لا تدور لك طبيب أخذ طبك من عليلة واخذ لك كلمة مني سبقني بها عراف دين كل ما جارت حمول الزمن قال واصبر يا جمنا فإن رب البشر يجزي بخير الجزاء للصابرين ونشاعر ولي وقفه ولي فان وايف منزله ما عليكم زود ابدع القافه وغني بهرجان حسابه من لساني والهروج القصاف العوج ما يلتفت وجهي لها والهروج القصاف العوج ما يلتفت وجهي لها سلامتكم. سلام يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. يعطيك العافيه نايف، بيض الله وجهك. وجهك ابيض ما يسمع. شيخ طلال، في سؤال خطر على بالي، هو سؤال كذا اعتبره بريء.